نهاية مسلسل رحيم حصل عليها جدل شديد، يعني البعض طبعا انتوا عارفين تفاعل الناس مع الشخصيات في المسلسل، يعني بتفاعلوا جدا مع الشخصيات والناس. بعض الناس يقول لك انا حزين جدا انه ليه قتل رحيم، ليه ما سابوش رحيم يعيش. يعني ده كويس تفاعل الناس مع الدراما بهذا الشكل يعني، لكن الحقيقة انا بشوف ان موت رحيم نهاية او مقتله نهاية منطقية وواقعية جدا، وانا بشوفها انها موت رحيم هو يقظة ضمير وميلاد لضمير، لانه هذا الموت كان بمثابة الاغتسال من كل الخطايا التي ارتكبت. يعني انه رحيم في عمليته الاخيرة نجح في اعادة الاموال للدولة من جديد، الاموال اللي تم تهريبها، الاموال اللي تم غسلها وتهريبها خارج مصر، وبالتالي ده يعني ربما غسل له كل خطاياه السابقه في القتل والجرائم المختلفه يعني. وبشوف ان النهايه لا منطقيه، حتى لو بعض المشاهدين غضبوا جدا، والناس بقول لكم كويس جدا انهم بيتفاعلوا مع المسلسلات بهذا الشكل، منطقية، لأن الجريمة لابد من عقاب، لكن هذا الشخص اللي ارتكب الكثير من الجرائم وهو رحيم في النهاية قدم خدمة للوطن بإعادة الأموال اللي تم تهريبها، لكن كان لا يمكن أبدا وفقا لتعاطف الناس دايما مع البطل إنه يعيش في وبدون عقاب كده يعني. لا بشوفها نهاية منطقية جدا لمسلسل أنا بعتبره من أهم المسلسلات اللي قدمت في السنوات الأخيرة، لأنه يا جماعة الخلفية السياسية فيه مهمة جدا، وهي أهم ما فيها أنها مش مباشرة، يعني مش واضحة قدامك قوي بشكل مباشر سطحي يعني. لا، في قضية وهي قضية تهريب الأموال للخارج اللي عانينا منها بعد ثورة 25 يناير، يعني فيه شخصيات كبيرة في حياتنا السياسية، في أسماء خافت إن فلوسها تضيع وقالت بس في حالة فوضى وطلعوا أموالهم للخارج يعني. هو ده مسلسل رحيم، وهي دي النهاية المنطقية اللي تتمشى مع إن رحيم مجرم استيقظ ضميره وقام بخدمة لوطنه، وبالتالي كان لابد أن يسدل الستار على قصة مجرم بمقتله بهذا الشكل أو بسجنه يعني. بس أنا بشوف إن موت رحيم يعني بين يدي من يحبها، وبعد حتى أن فداها بصدره، يعني ده نهاية منطقية بتؤكد انتصار الحب وكمان انتصار النقاء والشفافية، وإن هذا الاغتسال الأخير اللي عمله بتقديم خدمة للبلد وللوطن بإعادة الأموال هو اللي بيبقى يعني.